بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. أهلا وسهلا بكم متابعين القناة الكرام، معكم مصطفى بشير. النهاردة أحبائي في الله معنا موضوع جديد من مواضيع المصالح الحكومية أو المواضيع التي تخص جميع المصالح الحكومية. موضوعنا النهاردة أحبائي في الله عن أبنائنا الطلبة، أو يخص أبنائنا الطلبة في الثانوية العامة. احنا طبعا عارفين أنه امتحانات الثانوية العامة جربت وبدأت على الأبواب، فأنا النهاردة أحبائي في الله جايب لكم نماذج أسئلة وإجابات الثانوية العامة وطريقة تحميلها من على الإنترنت بكل سهولة. طيب احنا دلوقتي يا احبائي في الله على الموقع او على موقع التربية والتعليم، انا هسيب لك الرابط مباشرة اخي في الله في صندوق الوصف، بحيث انك انت تدخل عليه مباشرة بدون ما تدور. طيب احنا هنا قدام، احنا هنا على الموقع نماذج اسئلة واجابات الثانوية العامة. طب انا ازاي احمل منه؟ انا عندي هنا نماذج استرشادي، ونموذج امتحانات دور اول، ونموذج امتحانات دور ثاني، ونموذج استرشادي. طيب وفي هنا كمان نماذج سؤال وجواب، وفي كمان نموذج امتحانات دور ثاني، وفي نموذج تدريبي 2018-2019. طبعا احبائي في الله كل حاجه هنا، يعني النموذج ده نعمل عليه زوم كده، اللي هو 2017-2018. طيب احنا ما يهمناش ده، انما اللي يحب يراجع ما فيش مشاكل. احنا اللي يهمنا اللي هو النماذج التدريبيه ل 2018-2019، وهي دي. طيب احنا كده على الموقع هندخل عليها احبائي في الله. فتح معانا نموذج التدريبي 2018-2019. انت طبعا بتختار النموذج الاول او النموذج الثاني، طبعا زي ما تحب. طريقة التحميل اللي هي كالتالي، هنضغط مثلا على النموذج الاول، يفتح معنا كده نموذج تدريبي أول، ويفتح لنا الجدول أو القائمة دي، نموذج أسئلة تدريبية الثانوية العامة لعام الدراسي 2018-2019. طريقة التحميل أخي الحبيب بسيطة جدا. أنا مثلا عايز مادة علم النفس، مجرد ما هضغط عليها كده حيتم التحميل زي ما احنا شايفين، وحيتم عرضها مباشرة عندي على جهاز الكمبيوتر أو التليفون. امتحان الأول علم النفس والاجتماع، نموذج أسئلة رقم ألف أخي الحبيب، أهو نموذج السؤال. نعم الخروج كده، عرفنا احنا طريقة التحميل بكل بساطة. يبقى احنا كل اللي علينا أخي الحبيب هندخل على النماذج، هندخل على الموقع، آسف أهو هندخل على الموقع اللي أنا حسيبه لك في صندوق الوصف، وبعد كده ندخل على النماذج التدريبية 2018-2019، وبعد كده ندخل هنا على النموذج اللي انت عايزه، النموذج الأول أو الثاني، ونضغط مثلا على النموذج الأول زي ما احنا شايفين، ونضغط هنا على أي مادة احنا عايزينها، حيتم تحميلها فورا. ولتكن مثلا مادة الفلسفة والمنطق بالعربي، أهو تم التحميل مباشرة أخي الحبيب، أهو فتح لي PDF. امتحان الأول الفلسفة والمنطق، نموذج الأسئلة ألف، النموذج للتدريبات، تعليمات، عدد الأسئلة، وهكذا. طيب كده أحبائي في الله احنا خلصنا الفيديو. ما ننساش قبل ما نطلع من الفيديو نعمل اشتراك في القناة لو بتشاهدنا لأول مرة، وعمل شير للفيديو علشان تعم الفائدة، وادعمنا بلايك. كان معكم مصطفى بشير، شكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.